أستاذ أحمد، اليوم أصدرت المحكمة الإدارية قرارها بقبول ملف منذر أزنيدي ورفض عابر موسي. بعد شوية شفنا تصريح لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر يتحدث على أن الهيئة ستطلع على هذه القرارات وحيثياتها، وليس هذا فحسب بل على الأحكام الجزائية الباتة. كان فسرنا النقطة هذه أنه نعرف أن القانون الانتخابي واضح في هذا المجال. ثم القانون واضح والتنظيم القضائي واضح، والاختلاف بين القاضي الجزائي أي العدلي والقاضي الإداري اللي هو القاضي الانتخابي واضح، وتنفيذ الأحكام واضحة. المحكمة الإدارية عن طريق الجلسة العامة أعلى هيئة قضائية أصدرت حكما باتا ونهائيا لا يقبل أي وجه من وجوه الطعام، لا يمكن بحال التحيل عليه، وذلك بأفراغه من مضامينه من قبل قاض آخر غير مختص في مادة الترشحات أو من قبل هيئة تدعي أنها عليا مستقلة. إذن فما ملفات صحيح فيهم صعوبات التنفيذ ويجب نطلع على الحيثيات، ومنها مثلا قبل كان نحكي مع صديق إلغاء عدم ترخي متاع أحمد السواب من عام 2003 في الخطة وفي الوظيفة، شكون أبل لا ريكونستيتيوشن دو كارير، هي إعادة ترتيب الحياة المهنية والمسار المهني متاع أحمد السواب وقت الرقي عام 7 عام 9 عام 13، فما نشوفوا الكريديات موجودة ولا باش ياخذ الخطة هذيك ولا. أما هذا واضح لا مجال بحال التثبت والادعاء بالاطلاع على الحيثيات. الحكم واضح وهو إرجاع زيد الزيادي علي والعبد الصمد في السباق الانتخابي الرئاسي 6 أكتوبر 2024، ما عنده حتى ذريعة، والكلام هذا يزيد يوري التخبط ونوعا ما محاولات التأويل فيما هو واضح، يزينا معانينا من اجتهادات الخاطئة والحسابات الغالطة لهيئة الانتخابات. شلتو ما تقرأش القانون، ابعد على القانون، في نفس القانون راك تدخل في حيط أولا. ثانيا القاضي الانتخابي القاضي الطبيعي في مادة الترشحات ما يدخل معاه حتى قاضي آخر، لا قاضي دستوري لا قاضي مدني لا قاضي تجاري لا قاضي عدلي لا قاضي مالي لا الأمم المتحدة لا مجلس الأمن، كي قال لك هذاك تقيد انتهى. طيب المرحلة خلينا نكمل لك فيما قاله بخصوص سننظر كذلك، توا تفهمنا بحكوية الحيثيات، اختاك من الحيثيات طبق الحكم وحط تولازكري علي والعبد الصمد جنانا فوتر مسخرة هذه. اثنين فيما يخص الادعاء بالاطلاع كذلك على المسار الجزائي، اقول له ما ينجمش المسار الجزائي بطريقة او بتوطن او بتحيل او بمناورات اجرائية او بحيل قانونية او قضائية، رانا عارفينها ومشربينها واكبر منه سن وتجربة. ايش معناها القاضي الطبيعي يقول لك والمختص اللي يودع هو وحدي في ملف ترشحات يقول لك زيد تاي قبل ترشحي، ومن بعد يجي قضاء اخر مالي تجاري عدلي اممي يقول لك راهو ممنوع من الترشح مدى الحياه، هذا افراغ لمضمون حكم المحكمه الاداريه، بل في نتائجه هو نقض دون احاله لاعلى هرم لأعلى هيئة في المحكمة الإدارية. زد على ذلك كيف باش يقول باش نطلع على المسار الجزائي، والحال أنه في المسار الابتدائي ووقع استئنافه والاستئناف يعطل التنفيذ، دونك لا مجال لأي حديث عن النتائج القانونية للواحد للمسار الجزائي. ويزينا من المناورات والخزعبلات، رانا نفس كل فايخة وعندنا كفاءات والحمد لله نساء ورجالا في القانون العام والقانون الانتخابي. أخيرا وحتى كان يتأكد الاستئناف نقول له ما تغزلوش يا خير، تعرفش علاش؟ على خاطر كاين الاستئناف لجام العجاب العجاب كان قبل 6 أكتوبر دونك وقتها لي ديسون جوي. وزد على ذلك نقول له اغزل الفصل 163 يوضح أنه المنع من الترشح لن يسري إلا على المستقبل، قيس على ذلك واضح في مادة التمويل الأجنبي من قبل محكمة المحاسبات يحكم بالسجن ويمنع من الترشح القانون، ويقول قيس ما القانون متاع اللي عين بوعسكر اللي هو المرسوم متاع سبتمبر 22 يقول في حالة ثبوت التمويل الأجنبي مش تسكية تمويل أجنبي لن تسري المنع إلا على الانتخابات المقبلة. إذن الأمر واضح وأكثر من واضح، ومهما كانت الحالة حتى الاستئناف هي سيديه نقوله ثبتة الإدانة متاع عمر أو زيد باهي انت تحب تنفس برا نفس، خلينا نولي الهونولولو بلاد الهونولولو بلاد الشقواق، وفي كيف التعقيب يربحها زيد الزيادي وينقذ الحكم، شلتوه هو مرسوم واضح مخالف للدستور
ولا يعني بتاتا، وهذا برشا نساو نحب نذكرك بها ونذكر المواطنين والمواطنات والناخبين والناخبات انه لا يستلم فصل 161 هذايا اساس التتبع، هو كان عنده ذوق قانوني ما يغزلوش بالكل الحكم، على خاطر هو خطا جزائي معناها متعمد التوظيف السياسي. الفصل واضح يخص الناخب ولا يخص المزكي، وخاصه لا يخص الانتخابات التشريعيه. اذا كان نحن بالانتخابات التشريعيه عندك الحق سي ابو عسكر، اما قالك الانتخابات العسكريه الانتخابات الرئاسيه استغفر الله للرئاسيه، وزد على ذلك نذكره بمبدا بديهي من السنه الاولى قريته، عندي 50 سنه قريته وحاطه كواتو في الدار، النص الجزائي يؤول بصفه ضيقه. ونزيد نقول له لمجال تطبيق القانون يقول لك طبقوا كذا كره القدم ما تطبقوش في كره السله، هذا يتسمى مجال تطبيق القانون لو شون دابليكاسيون دو لا لوا اللي هو من النظام العام. طيب في جميع الصور سيد احمد، معناها اعذر فضولي فضول الناس لانه فما جدال كبير توا على الفيسبوك وحتى يعني نقاشات، مانيش يا سيدي هيئه الانتخابات يعني اسقطت مرشحا كما قلت انت زيد او عمرو، هي اليه الاليه القانونيه لانصاف هذا المرشح او غيره، انا مازال غدوه عماد الدامي يعني مازال ما نعرفوش، يعني في حال تم اسقاط مرشح شنو الاليه؟ اذا كان تيسير هدايا هدايا فتنا اللا قانون ودخلنا في الجنون العبث القانوني، وقتها من ننصح توانسة الكل منهم أنا إذا كان يعملوا هذايا أنا بندخل نطلب إيوائي في مستشفى الرازي، وإلا فمحل ثاني للمواطنين اللي متمسكين بالدستور قيس سعيد في الفقرة الظلي الرابعة مثل الطوط أمتاعه ينص على دولة القانون، وكي ينص كذلك والكلام لقيس سعيد على مجتمع القانون، ولا مجتمع القانون اللي ميحبش يمشي للرازي عنده الحق يتصدى للأعمال والقرارات والقوانين المخالفة للمنظومة القانونية النافذة ومنها دستور قيس سعيد. واضح، شكرا لك.